رئيس سابق للحزب، إنسان رجل دولة، رجل حزب سياسي بامتياز، رجل سياسي بامتياز، عنده وعي بالمسؤولية ديالو بالدور ديالو. أنا ما كنعتقد زعما بأنه كاين هناك أي إشكال. والسي مصطفى ما غضب، ما عبر على غضب. السي مصطفى دائما بطبيعته، بالود ديالو، بالاخلاق ديالو، دائما كان منخرط الى جانب التجمع، في داخل التجمع، تقدم للانتخابات الاخيره، ساهم في الحمله، قام بداك الشيء اللي خصو يقوم به، ومازال غادي يستمر. السي مصطفى رجل التجمع الوطني الاحرار، وسيبقى دائما مناضلا للتجمع الوطني الاحرار.